ولقد أوصاني رجل من عامة الناس، قال لي يا بني احرص على نشر العلم حتى في المجالس، مجالس القهوة أو الغداء أو ما أشبه ذلك، احرص عليه، لا تترك مجلسا واحدا إلا وأهديت إلى الجالسين ولو مسألة واحدة. أوصاني بذلك وأنا أوصيكم بذلك لأنه وصية نافعة. ابن عثيمين رحمه الله.